معايا، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نجهزوا مع بعضنا خبيزة سهلين جدا، كيجيو حشيش وكيجيو رطبين وسهلين جدا، وطريقتهم بسيطة ومقاديرهم ايضا بسيطة. ويلاهو معايا باش نجهزوا مع بعضنا هاد الخبيزات الصغار اللي كيجيو رطبين من الداخل. عندي هنايا نص كيلو دقيق كما كتشوفوا، عندي معلقة خميرة، عندي معلقتين كبار من الزبدة، بيضة، شوية الملح، وعندي معلقتين كبار من السكر. وهنا الزبدة كما كتشوفوا بحرارة المطبخ يعني غير دائبة. وهنا عندي الماء دافي. وهنا كما قلت لكم الدقيق يعني 500 غرام دقيق، طبعا يمكن لكم تضعفوا على حسب افراد الاسره. طبعا الكميه كتبقى على افراد، على حسب افراد الاسره كيمكن لكم تضعفوا الحجم. المقادير هنا غادي نجمع، غادي نستعمل العجان كهربائي كما يمكن لكم تستعملوا اليدين ديالكم. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الخميره، غادي نضيف لها مع الافراد، ضروري ان الخميره تنفعل قبل ما نعجنوا. غادي نضيف لها شويه ديال الماء كما كتشوفوا، وغادي الماء كما قلت لكم دافئ. وغادي نضيف لها الطحين، ربع معالق صغار من الطحين. ضروري هذه العمليه باش الخميره تنفعل وتعطينا باش تخمر لنا الخبيزات. وغادي نخدمها، غادي نخدم الماكينه كما كتشوفوا، نخدم العجان وغادي نخليها شويه تضرب يعني لمده دقيقه لا غير. كما كتشوفوا هنايا شويه انفعلت الخميره، انفعلت الخميره كما هنايا. ضفت الخميره، ضفت شويه ديال الطحين، ربع معلقه طحين على الخميره وشويه الماء. وهنا غادي نزيد نضيف، غادي نزيد نضيف باقي المكونات اللي قلت لكم. غادي نضيف المكونات الاخرى اللي هي بيضة، والسكر معلقتين كبار سكر، وفي نفس الوقت المقادير كتندمج مع بعضها. انا كنضيف الدقيق، صافي غادي نبقى كنضيف الدقيق والعجان خدامه حتى نكمل الكميه اللي عندي، نكملها كلها. صافي هنايا كما كتشوفوا انا كملت الكميه ديال الدقيق، نخليها تخدم. بعد ما تعجن واحد المده ديال دقيقتين عاد نضيف عليها معلقتين زبده كما كتشوفوا. ها هي كملات، خليتها المده ديال 5 دقائق كما كتشوفوا، يعني خليتها دقيقتين ومن بعد ضفت لها الزبده وخليتها ضفت لها ثاني 3 دقائق وخليتها تعجن كما كتشوفوا. ها هي كتلصق. وهنايا ضروري ما تستعملوا الدقيق، شوفوا كما شفتوا العجينه، العجينه رطبه تعجنت مزيان كما كتشوفوا كتدير البويقات. وهنا ضروري تستعملوا الدقيق باش تقدروا تحكموا في العجين باش ما يلصق لكمش، ضروري انكم تستعملوا الدقيق. وهنا غادي تديروا العجينه كما كتشوفوا مستطيل هكا، غادي تقطعوها، تقطعوها كويرات فرديه على حسب الحجم اللي تبغيو. انا كندير هذا الحجم هذا، غادي نبقى كنقطع فيهم. حتى يخرجوا لي بحال هاد الكميه ديال الكويرات كما كتشوفوا. ضروري انكم تستعملوا الطحين لان كتلصق، فضروري من الدقيق. صافي هنايا غادي نهزهم،
شوفوا كيفاش دايرين، شفتوا الحجم ديالهم. هنا غادي نحطهم في الصينيه اللي غادي ندخل على البران، غادي نحطهم هنايا وغادي نخليهم يخمروا. ضروري من هذه العمليه ديال الاختمار ضروري انهم يخمروا، يعني ضروري 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 انهم يخمروا. هما اصلا ملي كتكوني كتهزيهم باش تخليهم في الطاوه كتحسي بهم خامرين، وليني ضروري انهم يضعفوا في الحجم ديالهم باش يجيو من الداخل هشين اكثر، يعني هذا الحجم ضروري انه يضعف. هنا انا غادي نغطيه ونخليه يخمر. بعد ما كيخمر كنشوفو، شتيو كيما كتشوفو من فوقين يعني انهم خمروا. صافي هنايا انا عندي هنايا بيضه كيما كتشوفو راني كنضرب فيها. كاين هنا الناس اللي كتستعمل نسكافيه باش تعطي اللون الغامق، ولينا انا وليداتي هما اللي كياكلوهم فكنفضل ندير لهم غير البيض ما نستعملهمش الكافيين. صافي غادي ندهنهم، ندهنهم باش يعطيهم هذاك اللون اللامع. صافي هنا غادي ندهن الجوانب وندهنهم مزيان كما كتشوفوا. نستمر في الدهن وكما قلت لكم ما تنساوش تخليهم يخمروا، ضروري من الاختمار ضروري ان الحجم ديالهم يتضاعف. صافي هنايا انا كندهنهم مزيان بالبيض باش يعطيو داك اللون اللامع. متنساوش الجوانب. هكا كنستمروا كندخلوها للفرن المدة ديال 10 دقائق. الفرن ضروري ما يكون صافي. هنا انا كندخلهم الفرن كنخليهم، ضروري ان الفرن يكون سخن قبل. وصافي ها هما ملي طلعتهم من الفرن كما كيجيو رطبين جدا وهشاش، وصدقوني انهم كيجيو زوينين كيجيو هائلين جدا. وكما شفتوا ساهلين جدا، يعني ما طلبوش مكونات كثيره. وعلاش لا لي ما نستعملوهمش لوليداتنا الباك لانش، خصوصا دابا الوليدات كيمشيو للمدرسه كيبغيو يدو معاهم الماكلة، تيبغيو يدو معاهم ساندويتشات. فهما شتو ساهلين جدا، يعني ما تطلبوش منا وقت كتير. وبالصحة والراحة.